عودة إلى مسألة يعني عضوية فلسطين والأمم المتحدة، كان يعني هذه الطلبات كانت طلبات متكررة، مش وجود 143 دولة هذا الموافقة الكاسحة، 25 دولة امتنعت وفقط من اعترض 9 دول، مش ده مؤشر على أن بيحصل تغير نوعي أيضا في الرأي العام العالمي؟ جدال مش جدال، عندك مؤشرات كثيرة جدا، عندك مؤشرات الموقف الاتحاد الأوروبي، عندك مؤشرات الجامعات، عندك الميديا الأمريكية رغم السيطرة اليهودية على القرار ده، كثير من الجمعيات اليهودية الأمريكية بشكل أو بآخر، كل ده واضح أن دي مؤشرات. القضية الفلسطينية كانت قضية قد تقريبا الكل ما عادش بيتكلم فيها ولا بيجيب سيرتها، ويعتبر يعني بالكثير قوي قد احنا موجودين في الضفة الغربية في رام الله والموضوع كده كويس وايه، ويقعدوا كده ساكتين وكتر خيرنا ان احنا سايبينهم اكتر من كده. لكن بالفعل اعيد تقييم القضية الفلسطينية واعيد طرح القضية الفلسطينية، وهذا ما جرى في الامم المتحدة هو دليل على تأثير القضية الفلسطينية. مهما كان قد اخطأت حماس خطأ استراتيجيا واضحا فيما جرى، ولكن يجب أن نعتبر أن ما جرى في 7 أكتوبر وما وتداعيات 7 أكتوبر أدت إلى أن القضية الفلسطينية صحيت من جديد، وأن هذه القضية هي التي أدت إلى الموقف الحالي اللي كان قبل ساعة في الأمم المتحدة. أمريكا وإسرائيل أو الولايات المتحدة وإسرائيل هي علاقة كانت واضحة وضوح الشمس من البداية حتى فترة قريبة، بدأنا يمكن واتكلمنا هنا أكتر من مرة في لقاءاتنا السابقة حوالين التوتر اللي حادث بين بايدن وبين نتنياهو، العلاقات اللي بينهم، لكن ظلت المسألة تتصاعد من جانب واشنطن باتجاه إسرائيل، إلى الحد أن ابتدى الإسرائيليين يتكلموا عن أنه مش مهم وإحنا هنحارب وبلاش وتعليق أسلحة إيه وبتاع، وهنحارب حتى بأظافرنا. يعني إحنا واصلين لفين؟ هل ده بجد؟ أنا شخصيا مش يعني شايف أن الولايات المتحدة لم تضغط على إسرائيل ضغط كافي حتى يمكن أن تحقق ما تطالب به الولايات المتحدة. خلينا الوجهتين النظر مهمين، يعني يمكن ان في واحد يشوف ما جرى لبايدن على انه موقف الحقيقة شجاع جدا، انه في وسط ده كله بيقوم ياخد هذا الموقف، خصوصا انه هذا الموقف كان نتيجة حاجتين. الحاجة الاولانية ضغوط مصر على الولايات المتحدة حفاظا على كامب ديفيد، وانه الولايات المتحدة هي شريك مباشر في كامب ديفيد، وأن كامب ديفيد هي أقدم معاهدة سلام وبالتالي يجب الحفاظ عليها من وجهة. فإذا الضغط المصري هنا ضغط مؤثر على الولايات المتحدة، وبالتالي بدأت الولايات المتحدة يمكن أن تمنع أو تعلق 3500 قنبلة زنة 2000 رطل. تمام، ممكن نبص لده.